مرحبا بكم، انا احمد من بغداد وتحديدا من وسط ساحه التحرير. راح اتعرف على مجموعه اشخاص كانوا يمثلون مناطقهم ومدنهم ضمن فقره مدينتي. راح نحتفل وياهم كذلك ضمن شوارع بغداد على احتفاليه وذكرى السنه الثالثه لصفحه العراق الجديد. راح نسوي جوله مجموع بغداد، شوارع بغداد، راح نتعرف على مناطق بغداد. يمكن اكو اغلبكم بس يجي على مناطق معينه، بس اكو اماكن ما يوصل لها. من خلال هالفقره مالتنا راح نحتفل السنه الثالثه على افتتاحيه صفحه العراق الجديد، وراح ان شاء الله نشوفهم بغداد بطريقه ثانيه. يا محمد، شلون تقيم وضع الرمادي بهالفتره هاي؟ والله وضع الرمادي حاليا ممتاز جدا، حركه اعمار كلش قويه، اضافه لدور الشباب بعد الاحداث الاخيره اللي حصلت في المحافظه، اخذوا دورهم بشكل كلش كبير بالمحافظه. نغم، نجي للموصل، شلون تشوفين اليوم الموصل الفتره الجايه او قاعد يشتغلون عليها؟ احمد، الموصل صار بيها نقله حيل كبيره، الموصل رجعت بشبابها، شباب الموصل مباشره بعد التحرير هم سوا حركه، رجعوا المناطق، بداوا هم يوعون يثقفون المجتمع، بنات الموصل هم اليوم اخذوا دور يثقفون يدربون الشباب يدربون المجتمع انه شلون يتعامل مع هاي المرحله الجديده اللي احنا بيها، وكثير من شبابنا صاروا هم مبادرين وهم اللي قادوا حملات الاعمار وحملات عوده الحياه لمناطق نينوى. اكو شخص حاب اعرفكم عليه كذلك، اسمه غيث، هذا احد ممثلين بنات العراق، حملة بنات العراق اللي هي معروفة بالحملات التطوعية اللي تقيم بها على مستوى العراق. العمل التطوعي هو بحد ذاته شيء عظيم، أي شخص يدخل مجال العمل التطوعي ممكن تتغير حياته إيجابيا، بالإضافة أنه يتعرف على شباب من مختلف الأفكار. كبنات العراق مختصين أنه عملنا أكثر شيء يركز على الأيتام والفقراء، ما يقارب تحديدا لحد الان من نهايه 2013 او نهايه 2012 لحد الان تقريبا بنينا اكثر من 220 بيت بمختلف المحافظات، مو بس ببغداد طبعا. استغل وجودنا بهذا المكان وارد اسال اليوم مدى تاثير صفحه العراق الجديد على المناطق اللي انتم اجيتوا منها، او مدى تاثيرها من خلال الفيديوهات اللي ممكن انتم شاركتوا بها او من خلال الفعاليات اللي انطرحت. نبلش وياك. طبعا كفيديو حبيته اني صراحه، هو كان لعراقيات بنيه اسمها تهاني، انطاني انطباع الفيديو التحديات اللي واجهتها من الرمادي للموصل. بشكل شخصي كان اكو فيديو الشاب اسمه عبد الله، ولد مصمم ضمن انا اعمل، حمله انا اعمل، كان هذا الفيديو الدافع البي والحافز على الشغل، فشي كلش حلو ومفرح. الحلو انه بصفحه العراق الجديد انه هي نافست بقوه ببث المواد ذات القيمه، يعني لذلك تشوف هسه متابعيها هم الناس المحترمين اللي يؤمنون بمستقبل افضل. خلصت جولتنا لهذا اليوم من العاصمه بغداد، انتظرونا بجوله قادمه من هيت ويا نبأ. نلتقيكم ان شاء الله، مع السلامه.